ما أحوج العبد الذكي إلى التقى، ما أحوج العبد الذكي إلى التقى، إن التقي محبب للباري. الله الله يفرح بالعبيد إذا دعوا ويجيب من ناداه في الأسحار، وهو الذي خلق الخلائق كلها كي يعبدوه وقاية من نار. سلمت سلمت، يعطيك العافية. الله يسعدك جسيسنا حبيبي، انا عارف انت تعبان وصوتك يعني بدايه اليوم كان، الحمد بس لله. يعطيك العافيه حبيبي، الله يسعدك. احنا طبعا في هذه الفقره راح ان شاء الله نقدم لكم امر مختلف تماما، ودائما اعمالنا ايش ما كانت في مختلف المجالات الا ما يكون فيها خير بشكل او باخر، بس احنا ننوي النيه ونحاول نوجهها اي عمل نحن نسويه. اكيد تراد مع ضيفنا اليوم اللي عنده شغف كبير يتعلق بالدراجات الهوائيه، ونبغى نعرف اليوم تحديدا كيف يستخدم هذا النشاط في تقديم الخدمات المجتمعيه. اسمحوا لي ارحب بضيفنا الموجود معنا اليوم الاستاذ فؤاد بعوضاني. اهلا فيك معنا. اهلا وسهلا، وانا سعيد جدا بوجودي معكم، وكل سنه وانتم طيبين قبل الزحام. وانت طيب. الله يسعدك. طيب بدايه بس تبغى نعرف، بما انه في مؤسسه الجاريات الدرجات حنتكلم عنها وحنخوض في كل التفاصيل، لكن قبل هذا كله كشخص كده في البدايه، فؤاد بعوضان، كيف بديت علاقتك بالدراجة الهوائية بما أنه البيئة والمجتمع ما عنده هذه الثقافة ولا عندنا هذا الفكر من في استخدام الدراجة إلا بعض الفئات، عشان ما يعني نهضم حقهم، كيف بدأت العلاقة؟ العلاقة بدأت طبعا من الطفولة. الوالد الله يعطيه العافية كان عند كل نجاح في الفترة الابتدائية كان بيهديني دراجة، والظاهر والله أعلم أنه خلاني معاها إلى اليوم، والحمد لله يعني أنه أعطاني شيء صحي أستخدمه مدى حياتي. الآن تطورت علاقتي مع الدراجة إلى أن أصبح شغفي الكامل وتنقلي اليومي بالدراجة ومصدر رزقي. أوه، تنقلك الكامل؟ نعم، شبه كامل، لأنه نقول بعض الأحيان أنه في الأطفال نوديهم المدارس وكذا صعبة يمكن تكون شوية، لكن بس اليوم أنت جاي بالدراجة؟ أنا اليوم جايكم الاستديو بالدراجة. بالدراجة، واقفة الدراجة برا. والتنقلات وسط البلد يمكن الناس متخوفين شوية لأنه الشارع شويه غضبان كذا تحسه اغلى. لا مو شويه، كثير. ايوه لكن ترى الدراجه امنه، ولو طلعنا باسلوب قيادي صحيح على الطريق راح تسلم من كل شيء. عشان كذا تطورت العلاقه، لانك انت فاهم ايش لك وايش عليك في هذا الامر. حلو. طب فؤاد، على اعتبارك احد العاملين في مؤسسه الجاريات للدراجات الهوائيه، نبي نعرف ايش الهدف اللي بتحاولوا انكم توصلوا له من خلال نشر الوعي حول استخدام الدراجات. ممتاز. الجاريات أسست على منهج أساسي، وهو يعني تحرير الشارع من أمراض العصر الحالية، اللي هي الضغط والضغوط النفسية، الأمراض بشتى أنواعها. طبعا نحن الاعتماد الكلي والأساسي في وسائل التنقل هي فقط السيارات، صحيح، ما في بديل. يعني الطاقة البشرية شيء مرة مهم أن الواحد يستخدم الطاقة البشرية في كذا، بكذا حنكسب صحة عامة، حيقل عندنا الازدحام، التلوث البيئي. الدراجة طبعا صديقة للبيئة وهكذا، صحيح. فالدراج احنا هدفنا الاساسي انه تكون شوارعنا آمنة، بمعنى ما في شيء سريع داخل البلد. بس في نقطة انت قلتها مرة مهمة، احنا مو بس دراجة، احنا مشي من شارع لشارع ما نمشي، ما تقدر بسبب السيارات. والناس اللي يمشوا تلاقيهم من الاجانب اللي هم عندهم ثقافة في بلدهم، ثقافة المشي اصلا. فهذا الشيء اللي يضايق. الدراجة هي الحل بمشيئة الله، من الحلول خلينا نقول، ولكن مش الكلي. لكن الآن في طبقة أو مجموعة كبيرة في السعودية اعتنقوا الدراجات كهواية رياضية أو تنقلية.
حلو. حلو، جميل جدا. طيب يعني من الجميل انه كمان غير انها تكون ثقافه موجوده، وان الواحد خلاص يبدا يغير نمط حياته حتى صحيا، ترى بتختلف بتفرق. نعم. وانا جربتها شخصيا، انا لي الان سنه تقريبا، وبقول لما حكيتها على كيف حياتي اختلفت بعد ما صرت بالدراجه، يعني بالضبط. صحيا وتنقلي كيف، حتى صرت كنت اول اطفش من المشي. خلينا نقول على ثلاث فوائد مهمه جدا في الدراجه. نقولها. اول فائده صحيه، هي تقلل كثير من امراض العصر. اللهم صل وسلم عليه. أمراض المفاصل والظهر، الضيق النفسي، تعزيز الثقة بالنفس، كمان من هذه الأشياء اللي تعزز الثقة في النفس. من ضمنها كمان اللي هو لما أنت بتمشي برجولك بتطفش من الناس والنظر، لكن بالدراجة بتتحرك، ممكن أنك تشاهد المدينة بشكل آخر مع الدراجة وأسرع. كمان عندنا شيء اقتصادي هو توفير المال، زي السيارات طبعا عندنا التأمين وعندنا أشياء كثير، والبنزين بالضبط. في الدراجة ما في، اللي شايفينها اللي بتتكلم عنها. نعم، هذه واحدة من رحلاتنا مع جدة رايكرز، اللي يعني رحلة كانت تقريبا 200 كيلو على الدراجة. تنقلنا فيها هنا في طريق الملك، احنا دائما بنطلع برضو على مريحة. جدا مريحة. هذه واحدة من الطلعات برضو الجبلية، دراجة متخصصة جبلية. هذا عند ملعب الجوهرة، يعني لو تيجي هتلاحظ هذه الدراجة اللي وريتني اياها لما جيتك المحل. بالضبط، غالبا احنا يعني تقريبا مشطنا شوارع جدة بالكامل بالدراجة الهوائية. والله لو كذا الدراجات وانت مسدح حلوة. انا قلت له تخيل رحت له هذا النوع يسموه ترايك، مريح جدا، مريح مريح جدا، لانه على الدراجة العادية ممكن ما تتخطي بمسافات زي ما تتخطي مسافات على هذا. صحيح، بالضبط. طيب كيف ممكن نسخر الدراجة الهوائية في الأعمال التطوعية، خاصة في شهر رمضان المبارك؟ جميل. غير أننا حنقلل الزحمة في الشوارع. أيوة طبعا، إحنا قد سوينا مرة طبعا فعالية في رمضان، كانت توزيع السلال الغذائية والكسوة العيد وكذا، ودخلنا للمناطق الشعبية. على الرجل غالبا ما راح تسوي ذا الشيء، حتى يعني الحركة ما حتكون سريعة وما حتغطي مناطق أكثر. بالدراجة كانت جدا سهلة، كانوا الشباب شايلين شنط على الظهر وطالعين بالدراجات ويفروا المنطقة، توزعوا على كذا منطقة في فترة ما قبل المغرب، يعني قبل الإفطار قد وزعوا يمكن ما يقارب 1000 سلة. ما شاء الله، فهذه واحدة من الأشياء التطوعية. وممكن كمان الشباب يعني يطلعوا ويستمتعوا بالأجواء الرمضانية في المساء، بالذات إذا بيزوروا المنطقة التاريخية. تاريخية صحيح. سهل جدا إنه الدراجة تدخل هناك وتوقف في أي مكان. صحيح. في أي مكان راح تكون أنت الأول. عادة يعرف أكثر يدخل على جاريات، على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان يعرف أكثر أنشطتكم أكثر من. نعم، الموقع التوعوي الجاريات دوت نت، الموقع المتجر الإلكتروني الجاريات دوت كوم، على السوشيال ميديا كلها، الانستغرام وتويتر وسناب شات الجاريات. وعلى تويتر على تويتر شبكة الجاريات. جميل، شكرا لك فؤاد بعوضان، نتمنى لكم كل التوفيق. وياكم ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيك العافية. هنطلع فاصلنا ونرجع لكم من جديد في ساعة شباب، لسه ما انتهينا، الكثير والكثير راجعين.